هناك تصعيد خطير، وهذا التصعيد تشترك به أكثر من دولة. هناك صراع حقيقي في سوريا تقوم بأكو مجتمع دولي، أكو دول الولايات المتحدة وأوروبا بالإضافة إلى دول عربية وتركيا تشارك في هذا الأمر، دعم إعلامي ودعم لوجستي مالي سلاح، حتى المقاتلين الذين يقاتلون للأسف كثير من المقاتلين على الحدود العراقية وعلى الحدود التركية هم من العرب ومن غيرهم من غير السوريين، وهذا معناه هناك فعلا حرب إقليمية تدور رحاها في سوريا، ونحن نأسف على الدماء اللي تسفك في سوريا، وللأسف نرى أن هناك مشروعا لتدمير سوريا كما كان هناك مشروعا لتدمير العراق.